فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أجد رجلاً يتوضأ بالماء الكثير، أقول له: قلل من الماء في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. فيجيب بعضهم ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه لم يكن عندهم ماء كثير. يقول: فكيف الجواب على مثل هذا؟ مش يدريه إن الرسول ما عنده ماء كثير، هو في المدينة، المدينة بلد المياه والآبار، هذا من الإسراف في العبادة، منهي عن الإسراف في العبادة، فيترك هذا الإسراف ويقتصد في الماء، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.